نتابع هذا الموضوع عبر خدمة سكايب مع المحلل السياسي السيد يونس الكعبي. مساء الخير أستاذ يونس، ومرحبا بك معنا مرة أخرى. تتهم واشنطن طهران بالوقوف وراء قصف سفارتها، واعتبرت أن الهجوم الأخير الأكبر منذ 10 سنوات. إلى ماذا سيقود هذا الاتهام مستقبلا؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. هي ليست المرة الأولى التي يعني تتهم أمريكا إيران بالضلوع في هجمات ضد سفاراتها وضد قواتها في العراق، وبالتأكيد هذا الصراع الطويل بين الدولتين أصبح العراق هو الساحة لتصفية هذه الحسابات، وللأسف أصبحت السفارة الأمريكية وكأنها هي ساحة التصفية في داخل بغداد. وهذا الموضوع تداعيات كثيرة، يعني الكثير من الجهات يعني نأت بنفسها عن هذه الأفعال والهجوم، وباعتبار السفارة جزء من حماية الدولة والدولة هي المسؤولة عن حماية السفارات في البلد المضيف، بالتالي السفارة الأمريكية تنفرد أنها فيها دفاعات وقوات خارج عن المألوف السياق الدبلوماسي، وتحاول أمريكا أن تفرض وجودها العسكري في هذه السفارة تحت هذا البند أنها تتعرض إلى هجمات باستمرار. فهذا الحل أما يتم أن تتولى الدولة العراقية حماية السفارة الأمريكية على أن تقوم السفارة بأعمالها كسفارة وليس كثكنة عسكرية، الجهة الثانية أن تقوم الدولة بإلقاء القبض على من يقوم بهذه الأفعال، وهذا ليس صعبا على القوات الأمنية طالما أنه لم تتبنى جهة معينة هذا الهجوم، أي أن هناك مجموعات تريد خلط الأوراق وإساءة هذه العلاقة مع أمريكا وتحاول جر العراق لأن يكون تحت صراع، وهو أحوج ما يكون الاستقرار. طيب أستاذ يونس، أنت ذكرت أن هناك أسلحة في السفارة الأمريكية ويعني تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية، لكن هذه الأسلحة هي نتيجة للاستهداف المتكرر للسفارة الأمريكية ولحماية الدبلوماسيين فيها. سيدتي العزيزة، يعني لا توجد أي سفارة بالعالم تتمتع بهكذا دفاعات عسكرية، هذه المنظمات وأيضا عسكرية. وأيضا لا توجد سفارة في العالم تقصف كل أسبوع أو بالشهر أكثر من مرة. نعم، يعني هاي المسألة هنا بالعراق مركبة. العلاقة يعني التصفيات مع أمريكا، تحاول الجهات التي لا تريد وجود للأمريكي ببغداد أن تستهدف السفارة باعتبار أن السفارة لها دور أكثر من مجرد كونها سفارة دبلوماسية، ولديها وفيها قوات عسكرية وفيها قوات أخرى يعني حماية خاصة وبها مطارات وفيها كل شيء في هذه السفارة، بالتالي يعني أمريكا حولت السفارة إلى هدف. يعني كان يمكن أن تترك هذه الأمور العسكرية إلى أماكن أخرى أكثر أمانا وأكثر تحسينا، أما وجود هذه الدفاعات والتحسينات في داخل بغداد، بغداد مدينة سكنية مكتظة بالسكان، وبالتالي أي هجوم وهجوم غاد سيكون الضحية هم السكان المجاورون للسفارة. لا ندعو إلى مهاجمة السفارات، هذا عمل مستهجن، وكل الحركات السياسية يعني تنبذ هذه الأعمال باعتبار السفارة جزء من سيادة الدولة العراقية وحمايتها مسؤولية الدولة، وبالتالي هذه الأفعال تحرج الدولة العراقية حتى وإن كان البعض لديه أهداف سياسية أو تصفيات مع أمريكا. لا يفترض أن تكون بغداد هي الساحة، بغداد لا تتحمل الكثير من الأزمات ولا تصعيد أمني، وبالتالي لاحظنا أنه كل الضحايا هم المدنيين، وبالتالي لا يوجد ضحايا لا من الأمريكان ولا من القوات الأمريكية. لأن طيب برأيك من يقوم بقصف السفارة الأمريكية وما الهدف من قصفها؟ لا أعتقد الأهداف واضحة، أنه هناك من يريد تهجيج الوضع وتهزيم الوضعية في العراق. يعني نلاحظ أن الكثير لا يروق له الاستقرار في العراق، يعني سواء أطراف داخلية أو أطراف خارجية، لا نريد أن نسمي طرفا معين بعينه، ولكن بالتأكيد من يقوم بهذه الأعمال يعرف جيدا أنه هذا لن يؤثر في السفارة الأمريكية، السفارة محصنة جيدا، وبالتالي مثل هذه الأفعال لا تؤدي إلا مزيد من الاحتقان ومزيد من العنف، والعراق في وضع حساس. يعني علاقته متميزة مع أمريكا ومتميزة مع إيران، وبالتالي لا يستطيع لا خسارة هذا الطرف ولا خسارة هذا الطرف.
على على الطرفين، يعني طرفي النزاع امريكا وايران، ان يتفاهما الوضع الخاص العراقي وان ينعي بهذا الصراع على الارض العراقيه، لان لا يستطيع العراق ان يكون منحازا الى اي طرف. ايران يعني جيران جغرافي حسب وسياسي. حسب موقع اكسيوس اكد انه الولايات المتحده تعتزم على غلق السفاره الامريكيه ببغداد. طبعا قبل اسبوعين من الضربه الاخيره تم تخفيض عدد الدبلوماسيين في السفاره الامريكيه. برايك انه هل هذا الخيار هل هو مطروح؟ هل هناك ضربه محتمله من قبل امريكا لفصائل مسلحه تابعه لايران في بغداد، ام ان هناك ضربه ايرانيه؟ لانه بحسب الاستخبارات الامريكيه اكدت ان هناك ضربه ايرانيه محتمله من قبل او من قبل مجموعات مدعومه من ايران في العراق، خصوصا مع اقتراب الذكرى السنويه لاستهداف قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني. اعتقد هذه التصريحات والتصريحات المضاده جزء من الحرب الاعلاميه بين الدولتين. اليوم يعني الكل يعرف ان امريكا في مرحله انتقاليه، وان هناك رئيس امريكا قادم الى البيت الابيض، وهناك سياسه يعني تختلف تماما عن سياسه الرئيس السابق، ربما يعاد النظر في جميع السياسات السابقه، وبالتالي الوقت غير مناسب للتصعيد. يعني ربما هناك تصعيد اعلامي، نعم، يعني التصعيد الاعلامي والتصريحات المضاده هذه لن تنتهي بين امريكا وايران، ولكن لن تصل المرحله الى مستوى الصدام. يعني لا امريكا تريد ان تدخل في صراع عسكري وهناك رئيس امريكا قادم من البيت الابيض، ولا ايران تريد ان تبعث برسائل عنف الى القياده الامريكيه الجديده، تريد حل الملف الامني وحل الملف العقوبات على ايران باسلوب اخر بعيد عن التصعيد، لان الطرفين سيكون خاسرا في هذه المعركه. ولكن ما يهمنا هو الوضع العراقي. الوضع العراقي هو المتأثر الأول بهذا الصراع، وبالتالي من مصلحتنا أن يحل هذا النزاع سلميا، أن تكون هناك مخرجات، ولو مخرجات بالخطوط العامة، يعني لتبقى الحرب الإعلامية، ولكن أن تذهب إلى تصعيد وإلى إلى إلى ضربات عسكرية، فأكيد الخاسر الأول العراق، باعتبار هو الخاسر الأضعف في المنطقة، ووضعه السياسي والاقتصادي لا يتحمل مثل هذه الضربات أو هذه التشنجات العسكرية. انضم معنا عبر خدمة سكايب المحلل السياسي يونس الكعبي، شكرا انضمامك معنا.